على منهاج مدرسة السلام الكروية التي تجمع بين المهارة الكروية والتشويق والمتعة من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من لاعبي الفئات العمرية وزجهم في دورة تدريبية تؤهلهم ليكونوا ثمرة المستقبل. هي المدرسة التاسعة في بغداد التي بنيت بالدعم الذي كان مقدما لها من قبل دولتي الدنمارك والسويد، التي ضمت 200 لاعب بين براعم وناشئين وشباب الذين وجدوا هذا المكان ملائما لتدعيم مهاراتهم الرياضية. المدرسة الدنماركية السويدية بالتعاون مع مدرسة السلام، ناس مشكورة يعني قاموا بافتتاح المدرسة الكروية في مدينة الصدر اللي عانت الحرمان وعانت كذا، لكن مشكورين على تبرعهم بالفانيلة والدراسية. هو فانيلة لكن لها قيمة عند الطفل الموجود اللي مثل ما تعرفين تشوفينه. هذه المدرسة حقيقة تختلف عن باقي المدارس، هي مدرسة كروية بحد ذاتها لكن مدرسة ترفيهية في نفس الوقت. بس مثل ما تلاحظون التمارين اللي موجودة الآن هي مو فقط تمارين تكتيكية أو تكنيكية، لكن فيها تمارين ترويحية للطفل لشد الطفل وشد انتباهه ورغبته للتدريب. المدرسة التي تكونت بخبرات مدربين عراقيين تحصنوا بخبرات من الدول الداعمة لهذا المشروع والذي يعد من المشاريع الناجحة، فهي جمعت بين تقديم الخبرات والمرح للاعبين. 200 لاعب يدخلون بملعب واحد ويقدرون كلهم يمارسون نشاط وماخذين حريتهم ومتفاعلين ويا المدربين ويشوفون نفسهم هم مرتاحين كلش. ليش؟ لكون دخل به عالم التسلية والمرح لكي يشوق اللاعب ويحس ماكو ملل. متونسين في حضور الدنماركيين وهذه الألعاب الممتازة، وإن شاء الله نصبح من اللاعبين العراقيين ونرفع رأس العراق. ستشهد بغداد وبعض المحافظات في العام المقبل افتتاح 12 مشروعا مماثلا لهذا المشروع من أجل دعم اللاعب العراقي الذي سيكون في المستقبل المسؤول عن تمثيله في المحافل الدولية. زين الخطاب، العراقية، بغداد.